تستمر جلسات مجلس النواب لمناقشة القضايا الوطنية وقضايا المواطنين وما يواجهونه من تحديات جراء العدوان والحصار على اليمن. من الواجب المسؤول على الشعب الذي اختارهم. يبقى أعضاء البرلمان يوميا يناقشون كل صغيرة وكبيرة في مكان واحد ليحددوا طريقا من الأمل وسط صراع الألم الذي ينقشه العدوان على حياة البسطاء. الجلسة الجديدة للمجلس ناقشت مواضيع ترتقي إلى واقع الناس الذي ينحدر يوما بعد يوم. الجلسة كان في مقدمة جدول أعمالها طلب الحكومة للوقوف أمام المجلس لنقاش الحلول المتخذة في مكافحة الأوبئة وتوفير وصرف رواتب الموظفين. لسان حال الشعب اليمني يعقد جلساته في وضع ملبد بالقصف على اليمن في صورة تروي تفاصيل الانتصار لإرادة الشعب التي يمثلها كل برلماني في خدمة الشعب ورفع الظلم عنه. محمد جميل، اليمن اليوم.